وكان منهم عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، وكان صغيرا غلاما جلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل، فجعلت يده تطيش في الصحفة، صبي صغير ما تعلم، تروح يمين ويسار يأكل مما يليه ومن وسط الصحفة ومن الجانب الآخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، يعني قل بسم الله عند الأكل، وكل بيمينك وكل مما يليك. كيف علم الرسول هذا الغلام ثلاث سنن؟ سم الله، والتسمية على الأكل واجبة، وكل بيمينك، والأكل باليمين واجب، وكل مما يليك تأدبا مع صاحبك، لأنه من سوء الأدب أنك تأكل من حافر صاحبك، كل مما يليك. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث سنن في أكلة واحدة، وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل الله فيه بركة، يعلم في كل مناسبة. وكذلك ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم، كل من علم سنة ينبغي أن يبينها في كل مناسبة. لا تقول أنا لست بعالم، نعم لست بعالم، لكن عندك علم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية واحدة. فينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور أن ينتهز الفرص، كلما سنحت الفرصة لنشر السنة فانشرها، يكن لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والله موفق.